مصنع الأدوية بيورام من بين المشاريع الاستثمارية الواعدة بولاية جيجل، والذي سينتج 3 أنواع من الأدوية وسيمكن من خلق 80 منصب شغل جديد. سيدخل في التشغيل بعد أيام. عندنا الفاليداسيون، يعني الفاليداسيون دو سيت دي ماشين من وزارة الصحة. عندنا ثلاث أنواع. عندنا لا فورم سيش، يعني هما الأقراص والكبسولات. عندنا المراهم، لا فورم باتوز، مراهم كريم، بوماد، اوفول اي سوبو. وعندنا ان شاء الله قطارات العينيه اللي حتكون بعد شهرين او ثلاثه جاهزه. هي حتى الان كل القطارات تستورد. ان شاء الله نكونوا مع الاوائل، لاننا رانا 3 ولا 4 مصنعين جايين لتصنيع هذه كل القطارات المستورده من الخارج. المصنع الذي دخل مرحلته التجريبيه رفع التحدي بضمان تكوين يد عامله جزائريه مؤهله. المصب تاعي هنا راني ندير في تحاليل الادويه باش نعطيهم اسكو كونفور ولا المصنع سمح لنا باش نخدموا بالديبلوم تاعنا بالشهاده تاعنا. وسهل لنا العمل لان المصنع يحتوي على اخر ما توصل اليه العلم في مجال الصيدله. On est là aujourd'hui donc dans le cadre d'une installation justement des équipements de laboratoire. C'est des équipements qui sont destinés à des analyses et des essais analytiques. Hadouma les essais bien sûr d'Akhlin les normes internationales en termes de production des produits pharmaceutiques. المشروع الذي يعد قيمة مضافة لولاية جيجل سيعزز من توجه الحكومة بتشجيع الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الإصدارات.